السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا لطلاب الصف الثاني بالوحدة الأخيرة من الكتاب. رح نتحدث عن الدرس الأول، قياس الأطوال بوحدات غير معيارية. عندنا سؤال في بداية الدرس، سأل معلم طلبته: كيف يمكن أن نقيس طول القلم؟ أجاب إبراهيم: أضع أصابعي على القلم فأجد أن طوله 6 أصابع. وأجاب حازم: أضع ممحاتي باتجاه طول القلم وأنقلها من مكان إلى آخر فأجد أن طوله بمقدار 4 محايات. وأجاب عمر: أنا أقدره ب5 مشابك ورقية. ما رأيك في إجابات الطلبة؟ طبعا إجاباتهم جميعها صحيحة، لكن هل هي دقيقة؟ هل نستطيع قياس طول قلم من شخص لآخر بنفس مثلا بنفس الأصابع؟ لا، طبعا تحدثنا عن هذا الدرس يا تاني في العلوم عن قياس الطول، كان في أدوات لقياس الطول دقيقة وأدوات غير دقيقة. طبعا من الوحدات الدقيقة والغير دقيقة، هون رح نتحدث عن الغير دقيقة. طبعا كما تذكر يا ثاني، تحدثنا أن وحدات غير معيارية اللي هي غير دقيقة، كان في عنا الشبر، كان في عنا القدم، كان في عنا الممحاة والمشابك أيضا. طبعا وحدات غير معيارية يعني غير دقيقة، لأنها تختلف من شخص لآخر. ما سبب اختلاف طول القلم عند كل طالب؟ قلنا لأنه هي وحدات مختلفة، وحدات غير دقيقة، تختلف من شخص لآخر وتختلف من قطعة لأخرى. لا، عندي مثلا في مشابك حجمها صغير، في مشابك حجمها أكبر. مثلا ممكن أقيسها بأصابع طفل صغير وأقيسها بأصابع مثلا طفل كبير، يختلف حسب اختلاف أحجام الوحدة اللي بدي أقيس فيها. تستطيع أن تستخدم أشياء مختلفة لقياس طول الشيء نفسه، نسمي هذه الأشياء وحدات قياس غير معيارية. إذا نستخدمها في أشياء مختلفة لقياس الطول هي وحدات قياس غير معيارية. عندي هون نشاط: أقدر طول كل مما يأتي ثم أستخدم المشبك لقياس الطول كما في المثال. عندي ملعقة وعندي دفتر وعندي فرشاة، بدي أقيسها بالمشابك وأشوف كم رح يعطينا طولها بعدد المشابك. هلأ عندي هون، خلينا نطبقه. عندي هون يا ثاني دفتر، طبعا بدي أشوف كم طوله بعدد المشابك. بحط هون المشابك، طبعا ضبطهم بس. طيب هلأ طوله، هنعد المشابك: 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن كم طول الدفتر؟ 8 مشابك. عندي ملعقة، هاي ملعقة، كم طول الملعقة في عدد المشابك؟ 1 2 3 4 5 6. إذن الدفتر كان 8 مشابك، أما الملعقة كان 6 مشابك. نشوف الفرشاة، عندي هون فرشاة، خليني أقيس طولها بعدد المشابك: 1 2 3 4 5 6. إذن طول الفرشاة 6 مشابك. هيك بنكون يا تاني أنهينا الدرس. اللي استنتجناه في هذا الدرس إنه في عنا أدوات لقياس الطول غير معيارية، وهي غير دقيقة، تختلف من شيء لآخر ولا تعطينا الطول بشكل دقيق، عشان هيك حكينا لها غير معيارية. ويعطيكم ألف عافية طلاب الحلوين.